أي الأوقات تتحرى الساعة المذكورة يوم الجمعة؟ أفي يوم الجمعة أو في العصر أم بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ الله جل وعلا جعل فيها ساعة تقبل فيها الصلاة، تقبل فيها الدعاء، وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله، فهي ساعة عظيمة قليلة. جاء في بعض الروايات عند مسلم أنها حين يجلس الإمام يعني من بر يوم الجمعة إلى أن تقرأ الصلاة، هكذا جاء مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا، ولعله بعضهم لأنه مرسل. وجاء أيضا حديث جابر وعبد الله بن سلام أنها بعد العصر إلى غروب الشمس، وجاء عن في بعض الأحيان آخر ساعة ليوم الجمعة، وكلها ليست قطعية، لكن هذه أحراها وأرجاها ما بين جلوسها من بر إلى أن تقرأ الصلاة، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه أرجاها. وبقية يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعوة، جميع أوقات يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعوة، لكن أرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقتان أرجى الأوقات كما جاء في ذلك الأحاديث. وبقية الجمعة ترجى فيها هذه الإجابة، فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعوات، ينبغي الإكثار من الدعاء لعله صادف هذه الساعة المباركة.